السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على اشغال مارينا الجزائر العاصمة. اجمل هو اكبر مارينا في الجزائر، وهي المارينا الثانية في الجزائر العاصمة اللي راهي قيد باشغال. ونروح للموقع نتاع المارينا هذه ونشوف وين وصلت الأشغال، لأن عندنا صورة نتاع جوجل أرث آخر تجديد، هو لا ميساجور تعود إلى الشهر فقط. إذا نشوف المارينا هنا، هذه هي، وكاين مارينا أخرى هنايا. هذه من اشغال شركه سيترام، شركه ميديترام الجزائريه التابعه للدوله، شركه وطنيه اسمها ميديترام، هي اللي راهي تقوم بالاشغال هنا. وهنا هذا هي المارينا اللي راح نروحوا ليها، هذه شركه اللي راهي تقوم بالاشغال، هي شركه اسبانيه ولكن تعمل مع يعني شريك جزائري خاص، لأن هذه شركة، هذه المارينا هذه خاصة، يعني عندها ملك للخواص، شركة خاصة تاع شركة تحلي، هي اللي راهي تقوم بالأشغال نتاع نفس الموقع هذا كله. هو لشركة دحلي انفستمنت، هي اللي راهي دير الاستثمار هنايا، وعندها هنايا هذه لي تور هنايا، وعندها هذا مركز تجاري ارديس. هنا نشوف الباركينج هنا. اذا نروح للمارينا هذه، شوف اولا نشوف الحجم نتاعها، نقيس الحجم ديالها باش تكون عندنا فكرة على الكمية نتاع الاشغال. هنا العرض هذا طولها، هنا القياس هذا يعطينا 796 متر، اي حوالي 800 متر. هنا 800 متر. هنا نشوفوا الحوض نتاع المارينا الداخل. هنا الحوض هذا فيه 430 متر على 180 متر. هذه هي يعني مارينا كبيرة، حجم كبير جدا. حتى الشكل ديالها شكل لائق رائع مليح كتير. ونشوف هنا الاشغال نتاع وضع وين يجو يرسو تاع المرصة تاع البواخر لي باتو دو بليزونس، يعني لي يوت هذوك البواخر يجو الرص هنا في هذه الاماكن. ونشوف هنا لا جوتي ولا لا ديك ولا لو بريز باك، هذا هنا كل الاشغال الهندسه المدنيه تقريبا منتهيه منها، تاع لي تيراس ماهو الهندسه، كل هذه الاشغال منتهيه منها. هنا عندنا طريق مزدوج يلحق للرونبوان هذا، وعلى امازون على حسب ما اظن، ولا سمجت التصاميم، هذا الطريق يكمل هنايا، يكمل باش يروح نحو هنا الليدو، اسم المنطقة هذه نسموها الليدو. وهنا نشوف هذه المنطقة هي تمت تهيئتها، جاية في الليدو، منطقة الليدو، ونشوفوا باللي المنطقة هذه تمت التهيئة نتاعها، كورنيش وخالية من الأشجار، هذا العيب الكبير نتاع المسؤولين عندنا، لا يفكرون في الأشجار والتشجير والمساحات الخضراء، رغم أن الكورنيش هذه لازم يكون فيها لين خط نتاع أشجار.
لي علاش؟ الأشجار مش حقد في الجمال، هي الأشجار ضرورية، أشجار ضرورية تعطي الأكسجين وتعطي الظل ودير تمبيري يعني تمبوريزاسيون دو لا دو كليما، تعطيك الآن كليما. إذا كانت سخانة تطلق الحرارة البرودة، ولا كانت البرد تجيب شوية سخانة. إذن الأشجار لابد هنا. هذه منطقة، هنا منطقة عسكرية، سيزون ميليتار كلها. إذن هنا لا كورنيش تعاود تطلع منها وتدور وتخلي المكان للمنطقة هذه، المنطقة العسكرية هذه، ولا كورنيش هذه تكمل هنا الأشغال، باش يكملوا هذه الكورنيش تكمل من هنا وتأتي هنا إلى هنا حتى للمارينا. كل هذه المنطقة راهي قيد الأشغال، هنا لا كورنيش راهي قيد الأشغال، مازال كاينة لا كورنيش تجي هنايا راهي قيد الأشغال. هنا لا كورنيش، وهنا نشوف شاحنة هنايا. إذن كل هذه المنطقة سوف تصبح كورنيش تمتد من ليدو إلى المارينا إلى هنا إلى منطقة أرديس. إذن هذا هو المشروع، ونشوف ما زالت بعض المشاريع هنا مازال ما طالقتش الحقيقة. هذه الأشغال تاع الماري تاع الكورنيش هذا هنا يكمل حتى لهنا، هنا كاين أشغال أخرى، كاين هنا أشغال أخرى، إلى كل يمتد إلى كل خليج الجزائر، من منطقة الميناء إلى منطقة هنا تامن فوست. هذا هو المشروع، وإن شاء الله يعني هذه الواجهة بحرية نتاع الجزائر العاصمة، وهي في الحقيقة واجهة نتاع الجزائر ككل، لأن كل هذه المرافق إذا كانت جيدة وترفيهية بأتم معنى الكلمة، كل الشعب الجزائري راح يتمتع بها، وأكثر الناس اللي راهي في الولايات تكون عندهم مكان يجو يزوروه ويتمتعوا به، يعني فائدة لكل الشعب الجزائري. وإن شاء الله تكون مشاريع ترفيهية، هذا نداء لكل المسؤولين على كل مستوى كل الولايات، تكون أماكن ترفيهية تناسب كل منطقة في كل ولاية، لأن الشعب هذا يحتاج، والإنسان بصفة عامة يحتاج إلى مكان يتنفس فيه. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.